السيد رئيس الجمهورية. كل دار اليوم تعيش أزمة حقيقية تتمثل في أننا هذه تقريبا سنتين لا تتوفر على أدنى شروط تنقل اللوجستيكي اللي هو بالدليل تنقل الطوكس. صحيح أنه وقع مشاكل في السير قبل هذه سنتين وسوء التدبير، شو أمور اللي ما تترقاش مستوى السير المدينة حتى مدينة القنيطرة، ولكن سكان القنيطرة راه غير يسكنوا هذا الشيء، سكان القنيطرة تعيشوا إحباط، الوالدين ديالهم، العمال، هاد الناس كاملين اللي بغاو تصور منطقة تياخذ 4000 درهم ولا 5000 درهم تحتاج الناس في الترونسبور ديال وليداتو لبغا يمشيو للقرايه. حيت دابا هذا الكولاج اللي دابا لقينا به هاد الفتره اللي ما فيهاش ليبوس ما عندوش واحد ما تمشيش واحد المسافه اللي هي كبيره. إذا بغينا العميل ساكن في المهديه ولا ساكن في حداده ولا في قاليوس وبغى يمشي للكليه خصو 20 درهم في الدار و 20 درهم في الرتور، هي 50 درهم في النهار تقريبا، إلا درتيها في الشهرية 30 ألف ريال، إلا عندك جوج ديال الدراري 90 ألف ريال. العالم كيضيع، كاين الأموال اللي تفرغوا من العالم ديالو بسبب أنهم كل يوم تيمشيو متأخرين على العالم، وهذه ماشي مسؤوليتهم، مسؤوليتنا حنا. حنا كممثلين ديال هاد المجالس ممثلين ديال المدينة، هاد الناس صوتوا علينا باش نقرروا الحلول، والحل هو من مبقاش عندنا الحكومة باش نقدروا أكثر، لأن هذه السنتين الناس يعانوا في صمت، وماشي غير الوالدين والوليدات والعمر اللي عندهم هذا المشكل، راه كاين 523 عائلة وعائلة لهذه السنتين بدون أجر. تصور السيد الرئيس سنتين واحد فينا يكون بدون أجر وعنده ثلاثة وليدات، شنو غادي يدير؟ شنو غادي يدير هذا السيد ولا هذا السيد؟ كاين اللي مات واحد، كاين اللي وقع عليه حالة نفسانية حادة، كاين اللي مرض مرض مزمن، واش هاد الناس هادو ما عندهمش حق في العمل؟ ما عندهمش حق في سمح لي السيد الرئيس انا تنتكلم معك بهذه اللغه، ولكن اعتذر لي انه نورمالمون تنتكلم معك حاجات اللي زوينه، ولكن هادشي هذا هو موضوع الساعه في كندا. راه انا شخصيا ما بقاش ندخل لي ريزو سوسيو حيت يوميا تنلقى على لي بوس، يوميا تيجوا عندي الناس البلديه المكتب الناس كاملين ممثلين كاع راهم حتى وجهه باش يشوفوا هاد الناس. حنا كنا على تجارب ديال المستيرات ديالنا وغادي نمشيو معنا، ولكن راه الالاف مئات الالاف ديال العمال وديال الطلبه من القرب ساكن في جاري عندهم. الله يجزيكم بخير، ارجوكم رجاء اطلقوا صلاح الدعم، راه وزاره الداخليه اطلقوا الدعم، الله يجزيها بخير. فهذا بكم الله بكم، وزاره الداخليه القاسيه لصاحب الشركه اختارنا الحافلات ودي دابا لا خير راتي في هذا الوقت خمس زلزال ديالها يقدر واحد الدار يقول لك ديالها كاع شي حاجه غنصبوا في عام من الظهر ولا في السنين باش ندخلوا النار للقنيطره اتفاقيه اللي عم توقعت في 4 اكتوبر. الله يجزيكم بخير، راه هذا راه بالنسبه للقنيطره بالنسبه للحافلات راه ماشي انجاز، راه حاجه ضروريه. حنا غادي نولي نتكلموا على الضروريات، حنا ولا شي انجاز كبير غادي يدخلنا للقنيطره، في حين ان بعض الحواضر اللي اعتقل مناسبتها بكثير على قنيطرة راه ما عندهم طوبيسات وما عندهمش مشكل ديال النقل. الله يجزيكم بخير قنيطرة، هذا الوقت خصنا نتكلموا على الميناء البلاصي، ما نتكلموش على الطوبيسات وما نكثرش عليكم. السيد الرئيس وما نحرجكم شيء، الله يجزيكم بخير، اطلب منكم باش تفرجوا لنا وتلقوا الصراحه ديال ذاك المنحه باش ترجع، لان راه قنيطرة هي اللي غادي يشكركم بزاف وغادي يكونوا ممتنين بزاف
الى ان تقصون هذا وفضل الله يقول قبل قلبي هذه السنه باش امور ترجع للمجال ديالها الله يجزيكم خير. دونك انا باش ما نتطلقش السيد رئيس السيد نائب الرئيس على 5 دقائق انا اعتذر لفتها. هناك بعض المشاريع اللي تدخل في اطار البرنامج الاستعجالي ديال تنمية مستدامة ديال المناخ وصلت لمراحل متأكدة ولكن قد لا تكون هذه المعيار اللي بحثها تكون اللي يخدموا فرع كجماعة وحنا عارفين الله يحسن الأول جماعة كل دابا أخوان رؤساء تكلموا مني لا حول ولا قوة وليس عندهم إمكانيات باش يكملوا هذا حنا مثلا إذا مشيت في إطار البنكة ولكن في إطار شراكة السيد الرئيس إلا قدرتوا تعاونوا النظر وتعاونونا في هذه البرامج اللي تدخل في هذه المشاريع في هذا الاطار وبتعود الهيئات باش نسرعوا بهذه الوتيره لان المفروض انها ستنتهي 2018 ولا 2020 وكاين بعض البرامج الاخرى اللي كذلك اللي تدخل في هذا الاطار انا باش حتى نقول عليكم راه كاين في شكاية ورفاهية راه داير فيها جميع المشاريع الكلفة المتبقية المالية والمشاريع المزمع انجازها في هذا هذا مهم